السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ والنهارده جبنا لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده جبنا لكم كلاب كالعادة جميلة جدا. ولكن قبل بداية الفيديو عايز ارد على الكومنت دوت بيقول لي انت ليه بتظهر بوشك، احنا مش شايفين حاجة يعني وكده. تمام، هو كسفني الصراحة. فانتوا لو عايزين ان انا مثلا اظهر بصورة صغيرة وانا بعرض الكلاب وتبقى صور الكلاب هي اللي موجودة على الشاشة، تمام مفيش مشكلة. لو مش عايزين وعايزين نفضل زي ما احنا قولوا لي تحت في التعليقات برضو. انا ما بزعلش على فكره من الكومنتات، وما بزعلش من اي حد بيحط رايه على الفيديو بتاعي. ان شاء الله هتحط ديزلايك او الفيديو ما عجبكش، قول رايك بكل صراحه، ده احسن بالنسبه لي. تمام، ان انا اغير من الحاجه الوحشه. تمام، فلو طريقتي مش عجباكوا ان انا اظهر بصورتي كده كامله قولوا لي تحت في التعليقات. واكيد يعني طبعا انتوا فرحانين بوجود يعني كده قاعد قدام الكاميرا باين يعني. تمام، خلينا نخش في الفيديو على طول من غير غير. نبتدي بحاجه بيتبول تقليب كويس كرمشة. لو حابب تشوف الاب والام اكيد ان شاء الله متاحين رؤية الاب والام. هسيب لكم رقم التليفون للتواصل، سعر الجرو 1500 جنيه. تمام، المكان حدائق حلوان، موجود تقريبا ذكر وانتهات، ذكور وانتهات يعني، السن 40 يوم. تمام، اي حد حابب يتواصل مع الشخص ده هسيب لكم الرقم تليفون تواصلوا معي. برضو لقيت نتاية كوكيجن، طبعا انتوا عارفين الكوكيجن بيبدا من 5000 جنيه و 4000 جنيه وارقام متخلفه. لا، نتاية كوكيجن ب 3000 جنيه بس بسرعه البيع. كلب بسم الله ما شاء الله منتجه نتاية، مكان الهرم، هسيب لكم رقم التليفون للتواصل، سعرها 3000 جنيه بس، كلب كوكيجن ب 3000 جنيه، متخيلين؟ معانا نتاية جيرمان شرسه، هسيب لكم فيديو للشراسه. تمام، سعرها 900 جنيه. تمام، هسيب لكم الفيديو اهوت زي ما انتم شايفين داخلين عليها وبتاع، هم شباب صغيرين يعني، فربنا يبارك لهم داخلين الغيه بدري ما شاء الله، فانا بدعمهم يعني. تمام، فزي ما انتم شايفين انتهى شرسه، شغاله شراسه يعني، سعرها 100 جنيه. تمام، ولنفس الشخص الشاب اللطيف دوت عنده كلب جيرفن للجواز. تمام، ما قالش سعر، فاللي حابب يتواصل معاه او حابب النتايه هسيب لكم الرقم للتواصل. المكان المرج. تمام، ويلا نروح للكلب اللي بعده. انا كده في فيديو نتايتين للبيع، النتايه في واحده فيهم رويال، رويال بلاك على مالينو، والثانيه جيرمان لونج هير. تمام، زي ما انتم شايفين ديت المالينو اللي في الفيديو ديت السوداء خالص دي، ديت اكيد اللي فيها دم المالينو، باين خالص ان هي فيها دم مالينو. تمام، بالنسبه للكلبه الثانيه حاول اوصلكوا برضه الفيديو عشان تبان كلبتين. فديت الجيرمان اهيت، لسه كان مديهم دش وبتاع، فممكن دوت يقلل من تقليب الجيرمان، ومش مبين شعرها زي ما انتم شايفين ان الكلبتين في فيديو واحد فمش موضح قوي. تمام، زي ما انتم شايفين عموما الكلب الجيرمان شعرها حلو، والنتال المالينو كويسه برضه. تمام، هي فيها مالينو اكتر. تمام، هو صاحبهم عايز يديلهم بيتبول او روت فايلر او روت وايلر يعني عادي في الشرقيه. تمام، فالحابب يبدل عنده كلب روت وايلر او بيتبول عايز حابب يبدل النتايات دول هسيب لكم الفيديو، هسيب لكم رقم التليفون للتواصل. ويا بسم الله كده نشوفوا حاجه محترمه، حاجه تقليد توب قوي. هو جيرمان 39 يوم عايز فيها 5300 جنيه. شوفوا بس الفيديو كده واحكموا عليه. تمام، تقريبا فيها كل المواصفات المطلوبه، كلبه بسم الله ما شاء الله. تمام، زي ما انتم شايفين كلبه لعبيه، بتحب الكور من وهي صغيره، هتبقى شقيه وهتبقى شرسه ان شاء الله، ما دام طبعها من وهي صغيره كده بتحب اللعب والحركه. تمام، كلبه دبدوبه قوي، فاللي حابب يتواصل مع صاحب الرقم هسيب لكم رقم التليفون. المكان اسكندريه العجمي. تمام، انا عمره زي ما قلنا 39 يوم. تمام، ومعانا جرو جيرمان 4 شهور ب 800 جنيه بس. تمام، جرو جيرمان 4 شهور ب 800 جنيه، حاجه كويسه. كان منوف من محافظه المنوفيه. تمام، وده رقم التليفون للتواصل مع صاحب الكلب. كلب جميل، لو عايز تفاصيل منه اكتر كلم صاحب الرقم. تمام، سعره 800 جنيه رخيص جدا. ومعانا هنا كلبه جولدن وكلبه لولو او جيرفن. الجولدن 8 شهور ودخل على حيضه. تمام، وللو 5 شهور. تمام، لسه جروايه يعني، الاثنين ب 1600. تمام، مكانهم حلو، سعرهم حلو، لان الجولدن تقليبه كويس والجيرفن تقليبه كويس برضه. تمام، المكان اسكندريه،
هسيب لكم رقم التليفون للتواصل، تمام؟ ومعانا بقى حاجه جيرمان ب 1000 جنيه بس، بس هي تستاهل اكتر من كده، تمام؟ انا شايف ان هي تستاهل اكتر من كده فعلا، تستاهل 1000 ونص ولا حاجه، تمام؟ دكر جيرمان 9 شهور، المكان كفر الزيات، تمام؟ الغربيه، السعر 1000 جنيه بس، والله الكلب انا شايفه جميل جدا، في مبادئ شراسه وحجمه ضخم، باين قوي على الكلب ان هو حاجه كبيره، تمام؟ في فيديو وهو بيشتغل شراسه معاه اهوت، في شراسه خفيفه، كلب جميل، والله كلب جميل جدا، تمام؟ لسه 8 شهور يعني لسه الكلب هيعرض معاك اكتر. انت متخيل؟ والكلب حجمه كبير بسم الله ما شاء الله. تحسه من كلاب الجيرمان القديمه، الحاجات الضخمه، تمام؟ فربنا يبارك لصاحب النصيب، ربنا يبارك لصاحبه، هسيب لكم رقم التليفون للتواصل. ومعانا كده مجموعه كلاب لشخص واحد، تمام؟ فهثبت لكم الرقم بتاعه هنا الاول، ويلا نخش كده واحده واحده مع الكلاب يعني اللي هو بعتها لي، تمام؟ وعموما اي حد عايز يبعت اي كلاب هسيب لكم رقمي في الديسكربشن، تمام؟ قالوا بيتبول عندها 3 شهور نتايه، واخده تطعمتها عامله 2000 جنيه وقابل للتفاوض، تمام؟ هسيب لكم الصور. كلبه جميله، تمام؟ عنده برضه دكر بوكسر، عنده سنه وثلاث شهور، ومتدرب طاعه وشراسه بالامر، تمام؟ 2500 جنيه. كلب جميل جميل جميل، لو في طاعه وشراسه حاجه جميله جدا. حاجه تريح دماغك، هتربيه وتريح دماغك وتقليب، تمام؟ في فيها الجيرمان عندها سنتين ولسه مقومه جراوي، يعني لسه قايمه من ولاده، عامله 1000 ونص، تمام؟ رقم التواصل هسيبه لكم. المكان الهرم، اي حد عايز حاجه من الجراوي ديت او الكلاب ديت هسيب لكم رقم التليفون للتواصل، تمام؟ الراجل اسمه طارق حسن، اكيد شخصيه محترمه ما دام بعت لي بالتفاصيل والحاجات المحترمه دي، بعت لي تفاصيل محترمه يعني، فاي حد حابب يتواصل مع الشخص ده هسيب لكم رقم، تمام؟ ومعانا كلب فيه شراسه حلوه، تمام؟ سعره 1000 جنيه، تمام؟ المكان كفر الزيات، هسيب لكم رقم التليفون للتواصل. هو كلب فيه دم جيرمان اللي انا شايفه، او جيرمان شعب شويه، تمام؟ مش مشكله، ولكن الكلب ما دام فيه شراسه وبيحرص كلب جميل، صاحبه عايز فيه 1000 جنيه، فلو حد حابب السعر هسيب لكم رقم التليفون، تمام؟ الشخص دوت دايما بيعرض لي او بيبعت لي حاجات كويسه جدا، بعت لي شغل اللي هو حاجه كده بتتركب في رقبه الكلب، بتكتب اسمك ورقم التليفون وبتتعمل بالطلب وباسم الكلب، تمام؟ وبرقم تليفونك، السعر 20 جنيه، تمام؟ المكان القاهرة حلوة، أي حد حابب الإكسسوارات ديت يتواصل مع الشخص دوت، تمام؟ وربنا يرزق الجميع إن شاء الله. بس شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتشترك في القناة لأن القناة وقعت الفترة اللي أنا وقفت فيها، فما تنساش الدعم، ويلا سلام.